بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي جماعة المسلمين في منطقة داغستان تحية عطرة من موسكو. نحيي القائم على مدرسة تحفيظ القرآن، مدرسة تاج الدين تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك ساكني هذه المنطقة، منطقة نوفي كوستك، والحفاظ المستقبلين لكتاب الله عز وجل. هذا العلم هدية من القائمين على هذا العلم هدية تم إعداده بعناية، هدية للشيخ عمر بن حمزة القائم على مدرسة تاج الدين تحفيظ القرآن الكريم. يحقق غاية كبيرة، ألا وهو لتحفيظ القرآن الكريم، لحفاظ بيت كتاب الله عز وجل. نحن في فريق العمل نؤمن بأن هذا العلم ليس مجرد علم، وإنما سيكون حافزا كبيرا لحفاظ بيت كتاب الله عز وجل، وسيقدم إضافة إلى سكان هذه المنطقة، وحافزا لحفاظ بيت الله كتاب الله عز وجل، حيث ورد في الحديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك جاء في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. في النهاية لا يسعنا إلا أن نتمنى التوفيق لحفاظ بيت لكتاب الله عز وجل، وللأستاذ عمر بن حمزة المشرف على مدرسة تاج الدين لتحفيظ القرآن الكريم، وللحفاظ المستقبليين بالتوفيق والنجاح. وفي الأخير نقول بأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ومع حفاظ كتاب الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.